مرحبا بك عزيزي المشاهد، وكل عام وأنتم بألف خير. ها قد جاء العيد وانقضت أيام رمضان، رمضان بكل خير وسعادة إن شاء الله وبركة. كما كنا في أول يوم عندما كانت لنا الحلقة الأولى، قلنا سنقضي شهرا كاملا وبعده ستنتهي هذه الأيام. منا من يحمل هما بأنه كيف سيقضي هذا العيد، ومنا من شد الحزام كي يتبتل ويدعو في هذه الأيام وهذه الليالي، ومنا من كان بين هذا وذاك. ها قد انقضى الشهر وعدنا إلى أيامنا الطبيعية، طعاما وشرابا وخروجا ونوما. يعني حتى رمضان غير كثيرا من جدولنا في النوم، يعني أغلب الناس كانت لا تنام إلا ما بعد السحور، وبالتالي كثير من الناس كانوا لا ينامون سوى ساعتين ويذهبون إلى العمل إن كان لديه عمل، والذي لا يملك عمل سيبقى لساعة ثنتين ثلاثة، وبعد ذلك يجي الفطور وغيرها، وبالتالي عندك التزام أنت بالفطور، هنا لك وقت مقدس والفطور وما بعده هذا الاسترخاء الذي يأتي. كل هذه الأمور انتهت الآن، لم يعد لها وجود. ولكن الأهم هو الذي انتهى، شيء عظيم أتمنى أن الكل قد استفادوا كثيرا من هذه الليالي رمضان العظيمة بدعائنا. منا من بذل جهدا كبيرا جدا وحصل على مغفرة كبيرة وعطاء كبير وكرم كبير، ومنا من قصر، ولا أعرف هل الذي قصر يحمل في داخله ذنبا أو يحس بأن هنالك تقصيرا كبيرا قد حصل في حياته، أم أنها مرت عليه كما تمر عليه الصغائر والكبائر دون أي اعتبار. أيام معدودة والبعض منها بذل جهدا، يعني الحمد لله قضينا جزء من هذه الليالي، لأن كنا مرتبطين وياكم احنا يعني في هذا البرنامج ارتباطا من الوحدة للساعة تقريبا 3 إلا ربع، فكنا نطلع حوالي 3 إلا ربع نوصل حوالي يعني بشق الأنفس نوصل للبيت بالثلاثة. هذه الثلاثة كان علينا أن نصلي صلاة طويلة ونقرأ قرآنا وندعو ونتسحر في هذه الساعة والربع أو الساعة والنصف التي كانت، ولكن الحمد لله هذه الساعة والنصف كانت كافية جدا لمن يريد. طبعا أحسست بأن الذي يريد شيئا يحصل عليه، يعني في الليل واحد ماذا يريد؟ يريد أن يقرأ جزء من القرآن ثم يسبح بعضا ثم يصلي صلاة معينة بعدد من الركع وغيرها، يعني هذه قد تستغرق ساعة. هذه الساعة كافية للذي لديه عمل. كنا نتمنى لدينا وقتا أكثر كما كانت في السنوات السابقة، ولكن الحمد لله يعني هل الذي أعطانا الله سبحانه وتعالى هذا الوقت صرف. ولكن قبل ذلك الوقت الذي كنا نقضيه هنا ساعتين في هذا البرنامج كانت أيضا هي مباركة لنا، وأيضا فيه عطاء، لأن كانت فيها التجربة والتوضيح والقيم وأشياء كثيرة تطرقنا إليها في هذا البرنامج. الحقيقة أنا لا أريد أن أقول المشاهدات كثيرة أم قليلة، يعني هذه تعتمد على طبيعة القناة، يعني هنالك قناة طبيعتها مشاهدتها بالملايين، وهنالك قناة بطبيعتها هي مشاهدتها بالمئات أو بالآلاف يعني. ولكن الحقيقة الذي سمعته من كثير من الناس أن كثير من الناس كانوا يتابعون هذا البرنامج، والبعض منهم تأثر كثيرا، والبعض منهم استفاد كثيرا، والبعض منهم اتخذ قرارات على ضوء كلامنا الذي قلناه وقلنا على بعض من هؤلاء الناس يعني. ولذلك أعتقد احنا لو استطعنا في هذا البرنامج أن نقنع إنسانا واحدا بأن يتخلص من بعض مبقاته، أعتقد حققنا شيء عظيم. لأن من يعني
يعني من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا. احنا عندما نعيد الإنسان إلى جادة الصواب فهذه هي إحياء للنفس يعني. فأعتقد هذا جهاد عظيم قد تحقق يعني. ولذلك كثير من الناس أيضا قيل لي أنه كثير من الناس كانوا مستمرين على بعض الموبقات مثل الشرب الخمر والعياذ بالله وغيره، على ضوء الكلام الذي كنا نؤكد عليه في هذه الليالي البعض اتخذ قرارا بعدم العودة إلى هذه الممارسة السيئة، وبالتالي يعني أقسم بالقرآن أنه لن يعود إليها. إن شاء الله يعني يكون يعني وفيا لقسمه ويستمر في هذا. يعني أعتقد أننا حققنا بعضا من النجاحات، بالإضافة إلى أن المعلومة التي تناولنا معلومات كثيرة في هذا البرنامج في غاية الدقة، معلومات أول مرة أسمع لها كثير. أنا لا أقول الكل، لا، بالتأكيد هناك مثقفون وهناك ناس قارئون، ولكن أعتقد بصورة عامة أغلب الناس لم يكن يعرفون بعض المعلومات التي تطرقنا إليها في هذا البرنامج، التاريخية أو الفقهية أو الأشياء الأخرى، رغم أننا لسنا برجال دين، وأنا لست برجل دين ولا أفضل أن أكون رجل دين، يعني مو لي ترفعا، لا، لأنه بس أعتقد لا أصلح أن أكون رجل دين، يعني أنا رجل تاريخ، رجل علم، رجل ثقافة، نعم، ولكن المثقف الذي لا يؤمن والمثقف الذي لا يسير على مبدأ ومنهج فلا ثقافة له. أساس لكل مثقف أن يكون لديه مبدأ، ومبدئي أنا الإيمان، ثقافتي نابعة صح متنوعة ونهلت من كل الثقافات العالمية ومن كل اللغات، ولكن الأساس هو ثقافة عربية إسلامية تنهل من الرسول ومن علي بن أبي طالب، العنصر الأساس والقاعدة الأساسية التي ننطلق منها في فهم الأشياء يعني. ولذلك حاولنا أن نقدم باقة من المعلومات، أتمنى من الله أن يكون قد وفقنا يعني. وها قد جاء العيد، العيد كلمة لها معاني كثيرة، والعيد هي من العودة أو الاعتياد الذي يعود، والعيد هو مناسبة كانت موجودة قبل الديانات السماوية، كان العيد مرتبطا بالزراعة، فالفلاحين الإنسان القديم كانت المهنة الأساسية هي الزراعة، فلا يستطيع أن يعيد وهو في وقت الحصاد أو في وقت البذار أو في وقت لا يمكن أبدا. ثم يعيد بماذا يعني؟ الإنسان كان يعيد لسببين، أولا ثلاثة أسباب، أولا انتهاء العمل صار عنده فراغ، ثانيا حصل على الغلة إيجار رزق، صار يعني هذا هو الشغل ماله أنتج وهذا الشيء مفرح، والشيء الثالث هو يعد هذا الرزق هو بركة من الآلهة، يعني الآلهة الوثنية يعني آلهة الشمس أو آلهة القمر أو أي شيء الذي كان يعبدها الإنسان سابقا، وبالتالي كانوا يحتفلون بالعيد بعد الحصاد. وذلك تلاحظون الأعياد القديمة كلها مرتبطة بالزراعة أو بالجغرافيا، مثل عيد نوروز مرتبطون بالجغرافيا، انقلاب يعني الربيعي. أما أغلب الأعياد الأخرى كانت تحصل وقت الحصاد، وقت انتهاء التعب وانتهاء هذا. ولذلك الناس اعتادت على أن تكون أعيادها مرتبطة أعياد دينية، هي اقتصادية ولكن دينية. دائما العيد هو فعل أو حدث اقتصادي ديني، لأنه أولا مرتبط بالعمل وانتهاء العمل وناتج العمل، ويتصورون بأن هذا العمل وهذا الناتج قادم من الآلهة، من بركة الآلهة. فلذلك العيد هو مناسبة دينية اقتصادية، لهذا يحتفلون به، وأيضا يقدمون القرابين للآلهة. عندما يحصدون تشوفون مثلا بالمنحوتات يشيلون احسن بطيخ، احسن رقبة، احسن حنطه، احسن شنو شلوها بسلال وماخذيها وين؟ للمعبد، موديها للالهه. والله الاله راح ياكلها، طبعا هو لا الاله ياكلها ولا شيء، هو راح ياكلوها هذول
دول شو اسمه الرمزخونيه شو اسمه دول الكهان مال المعبد، لذلك كانت كلها تروح نعم لقد رضت عنك الالهه. شوف هذا موشي، لا الالهه ليست براضيه عنك، روح جيب لنا فد شيء اخر. نعم اليوم الالهه ليست هذا يباوعون شو ذلك. ذلك كانت القضيه تذهب، اما لله فيذهب لهؤلاء كما يقول القران الكريم. سأكمل الحديث بعد هذا الفاصل. مرحبا بك عزيزي المشاهد مرة أخرى، ونحن في ليلة العيد، ليلة الفرح. طبعا اليوم بالتأكيد أغلب الناس في العراق لا ينامون، لأنهم الضرب طاق 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 مال الكليتشة. يعني أنا ما أعرف، يعني استمرت، أنا أتذكر من كنت طفل يعني كانت الوالدة ما تخلينا ننام في هذه الليلة. ما أعرف يعني هل بقت نفس هل نفس العادة موجودة أم لا، لا يعني ما أعرف. يعني هل أكو أجهزة جديدة بدل هاي الطاق طاق طاق اللي كانت على التختة؟ ما أدري. يعني أنا أعرف ليلة العيد لدينا من كنا أطفال هي طاق 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 ما كنوم يعني. لكن كانت مناسبة حلوة، يعني ويا الطاق تروح تأخذ لك شاي وترجع، يعني مثلا حطوها كان يعني أما ودوها الصواني. أتذكر حتى الأفران ليلة العيد تبقى للصبح، لأنه يشون كليتشة يعني أظن هكذا. كنا أطفال يعني، ما أدري هل العادات بقت هذه يعني. حتما هناك أشياء كثيرة تغيرت. العرب قبل الإسلام لم يكن لديهم عيدا واحدا. العرب كان لديهم 365 عيد. ليش؟ لأنه كل قبيلة لديها عيد، وكل قبيلة مرتبطة بصنم. يعني الكعبة كانت يوضع بها أصنام العرب، 365 صنم. كل قبيلة عندها صنم، عندها يوم معين هو العيد، تتصور أنه هو يوم الإله الفلاني. فتيجي القبيلة ويعني يتباركون بهذا الصنم، ويجيبون القرابين شنو، وايضا كله يروح الى حماله الحطب ام جميل. نالت الله على ام جميل التي في جيدها حبل من مسد. كل هاي الاشياء تروح لام جميل زوجتي ابي لهب. فكان يجيبون القرابين يقدموها للصنماتهم. طبعا من يروحون أم جميل وأبو جهل يستحوذون على وتتوزع على المقربين. أقرب الناس لأم جميل كان معاوية. معاوية كان مقربا لأم جميل، كانت تراه لابن أخوها معاوية ابن أبي سفيان، أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، يعني علم الصلاة على قولة المصريين يعني. نعم ف يعني لذلك هذا معاويه لذلك رضع الحقد والكراهيه على الرسول، وكانت تسميه مذمم، لا تسميه محمد، مذمم. منذ ان شب تسميه مذمم، وكانت عرمة كانت يعني. وهي طبعا أم جميل كان عينها كريمة، كانت عوراء. طبعا تذكر المصادر وكانت جميلة الجميلات. أي جميلة الجميلات؟ لأنها عمة معاوية صارت جميلة الجميلات. أي جميلة الجميلات؟ ها كانت هي تسمى بالعوراء يعني. ف لذلك هاي أم جميل يعني ما لو عيد يعني ما نريد نلعب نفسنا يعني، بس تسوي نوبات تجي هي اللعب والنفس يجي يعني. فأم جميل مثلا عندما نزلت الآية ما تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من انتشرت هاي الآية هي عرماء عراكة، يعني كانت يعني بلا أدب. لذلك
عندما سمعت بالآية شالت له صخرة وراحت للرسول: أين مذمم هذا؟ فراحت للباب ودقت الباب هيك بالصخواتها: أين مذمم؟ والله لأهشمن رأسه اليوم. يعني أنا يتكلم علي بكلامه هذا كلام السحرة: أنا تبت يدي أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، أنا والله لأهشمن رأسك يا مذمم. فدقت الباب، كان أبو بكر مع الرسول، فقالت له، قالها أبو بكر، قال: والله إن هذه عرماء، راح تدخل تسوينا مشكلة، يعني ما نقدر نضربها يعني عاية. فقال له: لا عليك يا أبا بكر، لن تراني. فأبو بكر طلع فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت: أريد مذمم. قالت له، فدفعت الباب، يعني عرمة عرمة، دفعت الباب: أين مذمم من هذا؟ أين مذمم؟ باعت بالغرفة، هو موجود الرسول، ولكن الله يعني هذا. فذهبت: والله قل له، قل له والله إن رأيته لأهشمن رأسه. فقال الرسول: لم أقل لك لن تراني، يعني هذه. فطبعا هي زوجة عم الرسول يعني، فهاي يعني كان يروح لمن الهاية أم جميل، جميلة الجميلات. طبعا هي ما شافت اللي كانت بعين وحدة طبعا، والعياذ بالله. فالعيد لكل ذلك القبائل كانت تجي يوميا لمكة، ويتاجرون أولا، يجيبون قرابين ويبيعون بضاعة ويشترون من مكة. وذلك تجار مكة والأمويين عايشين على هاي الشغلة، عايشين على الأصنام، لأن يعني الأصنام تجيب القبائل، يجون ذولا بالآلاف بالمئات، يجون يحجون. السوق هو شنو السوق؟ السوق كل مكان بيه ناس هو سوق، من تشوف ناس تروح تبيع لهم أنت، والناس من تشوف بضاعة تشتري، فهذا السوق. أي مكان فيه بشر هو سوق تعرض فيه البضاعة. فمكة كانت سوقا دائما، ولذلك بني أمية تخبلوا من إجا الرسول قال هو هنالك رب واحد وماكو أصنام، شلون عيشتنا احنا هاي الشغلات. فلكن نصب الرسول العداء أبو سفيان والحكم بن العاص وغيره وأمية وغيره من هؤلاء الناس وعتبة، وكان أيضا شنو الأمويات نصبن الرايات، ذوات الرايات، يعني نصبن الرايات حمراء، خاطر يجون دول الحجاج يتبضعون، وبعدين يروح يم الراية الحمراء يقضي هذا ويرجع يروح سعيد. رجال حج، وجزء من الحج كان، جزء من الحج كان هو أن يمارس البغاء في إحدى، يعني جزء من الحج وجزء من متعة الحج وسعادة الحج أنه تروح تحج الصنم وتروح لذوات الرايات تقضي حاجتك وترجع وأنت سعيد. يعني طبعا كانت كانت قبل الإسلام الطوافان حول الكعبة النساء عاريات والرجال كانوا يصفقون، هذا انشودة لهم، انشودة لا أتذكرها جيدا، يعني هذا يصفقون وهم عرات، يعني هذا قبل الإسلام طبعا. ويروحون بعدين الزلم تروح لذوات الرايات وهذا، ومن ضمنهم أمهات جماعة يعني أمويين يعني. هكذا كان العيد يعني، يعني حتى مرة عندما التقى مروان بن الحكم، عندما بعث يعني والي المدينة بعث له يزيد، قال أخذ البيعة لي وإلا أضرب عنقه، فبعث إلى الحسين، الحسين قال هذا الوالي دز علي، معناها يزيد ما معاوية مات وإجا يزيد وقال له بعث على الحسين وإذا ما وافق أضرب عنقه. فقال يا بني هاشم تعالوا، فبني هاشم كلهم إجوي حاملين سيوف بباب الوالي، لأنه قال لهم تلاحظون هذا راح يغدرون أي صوت ادخلوا يعني. فشاف مروان بن الحكم قال له يا ابن فاطمة، قال له تعيرني بفاطمة؟ يا ابن الزرقاء، يا ابن الداعية إلى نفسها في سوق عكاظ،
اني تقول لي ابن فاطمه، لك فاطمه هاي بيت محمد، لكن انت منو ببيتك؟ بيتك يسموها الزرقاء، كانت يعني ضاربه بالسماء السوداء يسموها زرقاء. ببيتك هاي كانت تصعد على هذا وما حد يجيها لان زرقاء، ففي تجي بعض الاحيان ما حد يروح لها، فنزلت بسوق عكاظ قالت هيت لكم تعالوا مجانا يلا. يلا اني تعير لي فاطمه يا ابن الزرقاء يا ابن الداعية إلى نفسها في سوق عكاظ نص السوق على عينك يا تاجر يعني. أنا تعيرني؟ تعيرني بفاطمة؟ بالبتول بنت محمد يعني. فذولي الأمويين ذولا كانوا أمهاتهم ذوي الرايات يعني، فكان العيد شنو؟ يزورون الصنم ويروحون يسوون ال 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 يعني الفاينة ويا ذوات الرايات الحمراء ويرجعون يروحون، هذا كان الحجة. فلما نزل آية الصوم في السنة الثانية للهجرة الرسول قال أعيدكم بعد صومكم، يعني بعد الصوم هذا راح يصير عيد. فقالوا أعيد واحد لنا؟ قال نعم. قال والله ما عهدت العرب ذلك يا رسول الله، نحن ما عدنا عيد واحد، احنا عدنا لكل قبيلة عيد. شنو عيد واحد؟ عيد واحد لنا نحن العرب كلنا؟ قال نعم، هذا عيد الإسلام. فأول عيد صار في السنة الثانية للهجرة بعد أن نزلت آية الصوم وصاموا برمضان، بعد الصوم صارت العيد. فصار العيد طبعا هاي الأثناء طبعا بعد انتهت الأصنام وانتهى كل شيء وانتهت الرايات الحمراء و وغيرها من الأشياء، واللي تاب تاب واللي غيره كذا واللي دخل الإسلام واللي راح، يعني انتهت هذه الموبقات كلها طبعا. ومن أحسن الإسلام يعني البعض منهم، يعني البعض منهم من بقى منافقا يعني. ولذلك صارت الأول عيد بالإسلام هو عيد الفطر في السنة الثانية للهجرة التي صام فيها المسلمون وعيدوا فيها عيدهم الأول والأكبر، وأصبح هو تقليد الصوم. فالصوم كان بعده العيد. طبعا عيد هذا عيد ديني مطلق، مو عيد اقتصادي، لأن دائما الأعياد هي مرتبطة بالاقتصاد والدين. حتى الأصنام كانت مرتبطة بشغل قبائلها، يعني يابا احنا نخلص شغلتنا فلان قضية نجي نعيد بفلان يوم، نجيب القرابيد للصنم مالنا. قضية اقتصادية وأيضا قضية دينية. الآن العيد ما له شغلة بالاقتصاد، يجي بالشتاء، يجي بالصيف، يجي وقت الحصاد، فالعيد الإسلامي العيد الديني كان عيدا دينيا ولم يكن عيدا مرتبطا بالاقتصاد، لأنه ليس لديه وقتا ثابتا محددا كما هو مرتبط بالزراعة وفي الأعياد القديمة. فالعيد أول عيد تقريبا، حتى الأعياد القديمة التي كانت قبل الإسلام حتى السماوية يعني كانت مرتبطة بالزراعة ومرتبطة بهذا. يعني الأعياد المسيحية حولت الأعياد الوثنية، حولتها إلى أعياد دينية، يعني نفس الدين العيد الوثني حولوه إلى عيد ديني، هذا سنتحدث عنه في بعد هذه الفقرة. مرحبا بك عزيزي المشاهد وأهلا بك، ونحن في الساعات الأولى للعيد وفي الساعات الأخيرة لانقضاء ليلة الوداع رمضان. طبعا في هذه الليلة أيضا توجد فيها طقوس ودعوات خاصة. وطبعا على فكرة قضية العيد هي مو مسألة سنة وشيعة أخوان، وحتى اختلاف العيد هذا شيء طبيعي، يعني هذا ما بي صح وخطأ، بدأ ممكن تشوف بدأ ما تشوف، ما بي يعني إطلاقا، لأنه مباشرة جواك يعني مثلا إحنا وعمان لا يمكن أن نشوف نفس الشيء إطلاقا، تختلف إحنا وتركيا الاختلاف يعني، بينما بعد ذلك اختلاف مثلا عن المغرب عن هذا، وبالتالي هذا الاختلاف طبيعي جدا. بس قضية أن يرى بالعين المجردة البارحة كان مستحيل، يعني ممكن فلكيا اي، لانه يعني قلنا انه ممكن عمره شهرين يومين ساعتين وفلكيا يبين بالحسابات، لكن شوفه بالعينك لا. لكن كما قلت ان يوم امس حصل شيء
حتى لو كان عمره 15 ساعة الهلال ما ينشاف، لأن كان بالقرب من الشمس يعني شعاع الشمس. ولكي يرى الهلال يجب أن يكون بعيدا عن الشمس على الأقل 7 درجات، على الأقل 7 درجات إلى 8 درجات على الأقل، على الأقل. البارحة كان 3 درجات أو درجتين، فكان مستحيل تشوف. هو كان ضعيف جدا خيط، فكان مستحيل أن نشوف الهلال. بس هم حسبوها حسابات فلكية يعني، وبالتالي يعني الدول الإسلامية أعتقد أغلب الدول هي يوم السبت، أغلب الدول يعني. بعض الدول سارت على دولة معينة ومشت يعني، أقول هذا مو خطأ ولا شيء، وهذا شيء طبيعي، ولكن طبعا يجب أن يعتمد على الرؤية. حتى يعني باكر السبت بالليل راح نشوف الهلال، راح نشوفه أبو يومين صح، حتشوفه أبو يومين، راح يجي يقول لك ها إذا الجمعة صحيح عيد صحيح، بس كان استحالة تشوفه أول البارحة يعني الخميس بالليل، لأنه كان ظهوره قريب من الشمس، وبالتالي نور الشمس يحجب رؤية الهلال. يعني راح يطلع هو كبير، بس ما راح تقدر تشوفه يوم الخميس. وأنا قلت قبل 3 أيام 5 أيام قلت إن الهلال هالمرة راح ينولد كبير وممكن أن ينشاف، ولكن هاليوم اليوم الخميس ما راح نشوفه، لأن راح يكون قريب من الشمس، وبالتالي أقل من درجتين، وهذا استحالة. يجب أن يكون على الأقل، على الأقل 7 درجات من درجة، على الأقل. ولهذا ما شاهدوا كثير من الدول، ولهذا اللي ما شاهدوا كانوا محقين، واللي شاهدوا هم أيضا يعني لهم تصوراتهم، هذه يعني حسابيا همات، ليسوا بخطأنين يعني. وهذا هو هذا، من رأى منكم الشهر فليصب، كل واحد بمنطقته يعني. حتى مثلا فتوى السيد السستاني ان ارتباط رؤية الهلال ضمن البلد، يعني البلد تشوفه، ذاك البلد ما يشوفه ما له شغله يعني، انت مرتبط ببلدك، شي يشوف بلدك تمشي عليه، لانه اختلاف الجغرافيا. لذلك السيد السستاني كان كلش دقيق بهاي، لذلك السيد السستاني عنده وجهة ان لا يتبعون مثلا، صح البعض الكل تتبع النجف مثلا، ولكن يقولون لا بالهلال لا، كل ما أرض هي تشوفها، لأن يعني تختلفها، قد نشوفها إحنا بالنجف قد ما نشوفها إحنا فيه. وذلك شوف مثلا السيد النجف لا تقرر مشاهدة الهلال عندما يرى بالباكستان مثلا، لا ما تقرر هذا الشيء، بينما لديهم أتباع بالعالم كله، كل الكرة الأرضية لديهم أتباع للسيد السيستاني وللنجف، وكلهم يتابعون الهلال، وكان باستطاعتهم أن يشوفون الهلال. أي واحد يعني أكثر أتباع في الكرة الأرضية موجودين للسيد السيستاني يعني، يعني أكثر يعني متشعبين جدا يعني، موجودين في كل الكرة الأرضية. إذا واحد باستراليا واحد هذا، لا هذه تسير على الرؤية الشرعية في البلد يعني. فلذلك يعني هاي المسألة قضية شرعية يعني، علمية وشرعية أيضا. فأقصد يعني اللي عيد اليوم مو مخطئان، واللي عيد السبت مو خطئان أيضا يعني، اثنينات صح. فنعود نقول بأن العيد كان أول عيد في السنة الثانية للهجرة. أول شيء يسويه الرسول بالعيد، تتصورون إلى أين يذهب؟ قبل ما يروح الفاطمة، أول وحدة يروح الفاطمة. بس من يروح الفاطمة ما يمر بالطريق اللي يؤدي من المسجد السيدة الزهراء، لا، يمر بالطريق اللي بيه صويحبات خديجة، يروح يعيد صاحبات خديجة. انظروا إلى الوفاء المحمدي بعد سنوات من وفاة السيدة خديجة، وتزوج الرسول. أول شيء يسوي يمر على صويحبات خديجة، صاحبات خديجة، يدق الباب يقولهم أنا محمد، جئت أعايدكن اليوم عن خديجة، فلو كانت هي الآن في الحياة لجاءتكن، ولكنها ذهبت إلى ربارئها وإلى ربها، وها أنا
عوضا عنها جئت أعايدكم. شوف الوفاء. بك عزيزي المشاهد مرة أخرى ونحن نكمل الحديث عن العيد في الإسلام. وقلنا بأن أول عيد كان في السنة الثانية للهجرة بعد أن نزلت آية الصوم وقال عيدنا بعد هذا الصوم يعني. وأصبح عيدا واستغرب العرب وقالوا عيد واحد لنا نحن العرب، لأنه كانوا متعودين 365 عيد لكل قبيلة عيد. فقال هذا هو عيد الإسلام، عيد الفطر. وقلنا بأن أول فعل يقوم به وقام به رسول الله بعد صلاة العيد هو أن يذهب إلى صويحبات خديجة ويذهب إليهن يعايدهن ويقول لهن أنني جئت أفي بما كان على خديجة لو كانت في الحياة. يعني هل يوجد وفي بالأرض لزوجته المتوفية كما وفاء رسول الله لسيدة خديجة؟ يعني خديجة حبه الأول والأخير، رضوان الله على السيدة خديجة، كان يعشقها وكانت وقفت مع الرسول وقفة وكانت سندا عظيما لرسول الله، ولذلك بقى يعشقها بشكل كبير جدا حتى بشدة حبه لها. فكانت في البخاري في باب الغيرة النساء يقول البخاري ليس كتاب شيعي عن السيدة عائشة، يعني تقول السيدة عائشة أنني لم أغار يوما إلا فقط أغار من خديجة. قالت لأن الرسول كان يحبها حبا عظيما ويعشقها عشقا عظيما، وذلك كنت أغار. تقول له عجوز وذهبت وأستأذنك الله بخير منها باكر، قالها لا يا عائشة، إنها خديجة، إنها خديجة التي آوتني وأكرمتني وإياك. خديجة هذه مو خط أحمر، هذا خط البرتقالي، يعني خديجة يعني. فكانت خديجة، حتى أنه تتكلم السيدة عائشة تقول كنت جالسة معه وإذا به يقفز ويقول تالله إنها هالة، إنها هالة في الخارج، هالة أخت السيدة خديجة. فيخرج إلى الباب مسرعا ويقول هالة ادخلي يا هالة، فعرفتك من صوتك فاشتقت إلى صوت خديجة، فصوتك كصوت خديجة. كان من تجي هالة يقوم يركض للباب، تعالي هالة تعالي أسمع صوتك، يعني مشتاق الصوت خديجة يعني. فتقول رأسها يقول تالله إنها هالة، ويقفز زيتش يعني كأي عاشق لخديجة الكبرى. فهكذا كان الرسول عشقه لخديجة الكبرى ولكل طبعا أمهات المؤمنين. الرسول كان يحب زوجاته كثيرا يعني ويعشقهن، ولكن لخديجة الكبرى منزلة خاصة. هاي ما بها سنة وشيعة يعني، هاي ما سنة وشيعة يعني. أعظم حب له كانت هو خديجة الكبرى، يعني سيدة نساء العالمين يعني. قال من هي أفضل النساء في الدنيا؟ الرسول قال في الدنيا، قال لهم آسيا، وبعدين مريم، آسيا زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء، أربعة خير النساء على الأرض. قيل ومن في الآخرة؟ قال فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى ومريم وآسيا. يعني بالتسلسل يختلف يعني منزلته. لم يقل أحد خير النساء على الأرض هن خديجة الكبرى وخير النساء في الآخرة هي، هذا قول الرسول. يعني هاي هم بها يعني شنو، هاي وصلنا لحد أنه هاي الشغلة هم صارت بها سنة وشيعة؟ ما يصير الأمور هيك تصير يعني. ما هاي زوجات الرسول، مو احنا يقول لك لا تحكي على زين، مو هاي زوجة الرسول وهاي عشقه واللي آوت القرآن وآوت هذا، مو هاي الأجدر بالاحترام والإجلال. لا أحد يذكر خديجة. شنو شيء خديجة؟ خديجة مال الشيعة، هي مالت علي يعني. غير لازم نكون انصاف يعني، احنا للرسول نعم هاي زوجة الرسول، هاي عشق الرسول، هاي حبيبة الرسول، زين ليش مالها وجود؟ ليش مالها اذا لا يعني ما معقولة
ما معقولة تلعب بنا الطائفية وتلعب بنا الأهواء السياسية إلى هذا الحد يعني. فالقصد أن الرسول كان أول شيء يقوم به هو يزور صاحبات خديجة وفاء لخديجة يعني. هذا كلام البخاري مو كلام الشيعة، كلام البخاري. وهذا كلام السيدة عائشة يعني، مو كلام أحد، زوج الرسول السيدة عائشة يعني، مو كلام أحد يعني. بعد ذلك يذهب إلى الزهراء، الزهراء كانت متزوجة قريبا يعني من أبو الحسن، بس كانوا بعدهم مرزوقين بالحسن يعني، لأنه الإمام الحسن إجا في الـ في الـ 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 رمضان الثاني. الإمام الحسن لم يأتي في رمضان الأول، جاء في رمضان الثاني يعني. ولذلك يعني تعرفون صارت هذه ما جينا يا ما جينا، لأن ولد 15 رمضان، جئنا لمن جئنا لقرة العين، جئنا من الكيس أعطينا، أعطينا من الكيس قرة العين، جئنا جئنا لمن جئنا. صارت ما جينا يا ما جينا، وفك الكيس وأعطينا. الرسول كان عنده كيس يعطي به حلوى، حلو. جئنا لمن جئنا لقرة العين، جئنا افتح الكيس وأعطينا. يعني هذه الأطفال جو يدهنون الرسول، لأن الرسول كان فرحان، كلش كلش فرحان كان، لأنه أول ولد إله. القاسم مات وإبراهيم مات، أول ولد من صلبة كان هو الحسن عن طريق الزهراء عليه السلام. فكان فرحان فرح عظيم، كان عشق. لذلك كان بالعيد عندما ولد الحسن والحسين، كان ولست بالعيد مع الحسن والحسين، كان يصلي صلاة العيد ويذهب مسرعا. قال ذاهب إلى بيتي فاطمة، فيذوب هذا الحب، يحضن الزهراء ويمسك الحسن والحسين ويلعب وياهم، يحطهم على ظهره ويشمشمهم ويرها. فكان ونستة الكبرى بالعيد هو الحسن والحسين، ولذلك كانت مناسبة العيد عند الرسول هو الفرح بفاطمة وأبنائها يعني. طبعا هو أغلب الوقت كان الرسول يقضي في مع فاطمة. شوف حتى الرسول كان من يخلص صلاة رأسا يروح البيت فاطمة، يقل فاطمة ملتهية بالأطفال الحسن والحسين، هو شو يسوي؟ يسوي لها بالراحة، يطحن لها، يقول لها إيه بنيتي أنت متعبة وما أدري شنو يعني، أجي أساعدك يعني. الرسول يجي يساعدها بالشغل يعني، يطحن لها ويبقى وياها. لا يا أبتاه، تقول لها. هي كانت أما للرسول. منو اللي بعد وفاة خديجة الكبرى؟ الزهراء كانت طفلة صغيرة، هي اللي كانت تركب للرسول وتراعي الرسول وتغسل هدوم الرسول وتسوي تلبس الرسول. منو كانت؟ هي كانت ترعاه. الرسول لم يتزوج بعد خديجة مباشرة، تزوج بعد سنوات بعد الهجرة، تزوج على ظل حوالي الرسول حوالي 5 سنوات بلا زوجة يعني. الذي كانت ترعاه منه؟ كانت ترعاه الزهراء عليها السلام، وذلك تسمى أم أبيها. فكانت هي تغسل الهدوم، وهي ترتبه، وهي اللاذة، وهي كل شيء، تطعمه، وهي كل شيء يعني. فالزهراء كانت لسيقة بالرسول، ولذلك عندما تزوجت يعني، فطبعا هو عندما أصبحت الزهراء شابة، طبعا هذا ما عمرها 9 سنوات، والزوجة هاي نسوها، عيب. الرسول ما يزوج بنت 9 سنوات، هذا شنو الرسول تزوج عمرها 9 سنوات؟ الزهراء الزوجة عمرها صبية، شلون عمرها، شلون ماتت عمرها 18 سنة الزهراء؟ شلون؟ شلون 8 سنوات؟ ليش شابة وهو تزوج السيدة عائشة 9 سنوات؟ فإذا تزوجها الإمام علي 9 سنوات، وهي ماتت وتوفى بعد سنة 9 سنوات، إذا عمرها 18 سنة. بكيفكم أنتو؟ أنتو بكيفكم أنتو؟ الزهراء ماتت عمرها 28 سنة، والبعض يقول 26، بعض لا أحد ينزل عن 26. الزهراء الزوجة لا يقل عمرها عن 16 سنة، لا يقل، لا يقل. روح تاريخ، مو كل واحد قاعد على المنبر يحكي بكيفه، هذا تاريخ، هذا علم، خلصنا عمرنا كله بالتاريخ. يجيك والله شيخ الفلان، يجيك شيخ فلان، يا شيخ فلان يا والله ليش؟ والله السيدة عائشة تزوجها ب9 سنوات، من قال لك تزوج عائشة ب9 سنوات؟ منو قال يعني؟ هذه أخطاء، بالأخطاء تاريخية يعني.
هذه ما أهل البيت قالوها، الآخرين قالوا أنه السيدة عائشة زوجها عمر 9 سنوات يعني. وبعدين ثبتت الفقه الآخر ثبت أن عمر الزواج 9 سنوات لأن السيدة عائشة زوجها عمر 9 سنوات. بالعكس الفقه الجعفري لا يؤمن بهذه القضية يعني. ولذلك تلاحظون الفقه الجعفري كله مبني على حقوق المرأة من خلال علاقة الزهراء بعلي بن أبي طالب. ولذلك تلاحظ أكثر فقه أنصف المرأة هو الفقه الجعفري. لذلك كل ذول المتطرفين سمعوا يحجون الشيعة كفر والشيعة كفرة من يزوجون بناتهم يزوجوها على المذهب الجعفري. فزوجوا أقسى أعداء أعداء الشيعة يزوجون بناتهم على المذهب. ليش؟ يقول لك بيها حقوق لهم. لعد ما دام حقوق ليش عاد ما هذا؟ طبعا الكلام أخذنا بعيد. أقول لكم مبارك لكم العيد، وإن شاء الله نلتقي في كل عيد ونحن في سلام وأمان وسعادة. وبذلك أقول لكم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء مع رق تحياتي.